يسعدني بذلك أن نهنئ بكل اعتزاز وفخر القائد الفائز بجائزة زايد العالمية للأخوة الإنسانية لعام 2022 جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وجلالة الملكة رانيا عبد الله ومعهما مؤسسة المعرفة والحرية فوكال المنظمة الإنسانية من جمهورية هايتي. إن هذا الاحتفال اليوم برموز الأخوة الإنسانية والسلام يخرج من هذا البلد الآمن الطيب ليمثل شعاع نور ويبعث برسالة أمل في ظلام دامس بسبب دخان الحروب وأصوات الكراهية وأنين الضعفاء. إنها رسالة أبو ظبي للأخوة الإنسانية. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.